وللمزيد حول صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثية ينضم إلينا ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبر سكايب من إسطنبول. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسين. مرحبا بك. سيدي، اليوم هناك دفعة جديدة من الأسرى في عملية التبادل بين طرفي النزاع في اليمن، والتي ترعاها الأمم المتحدة بعد 6 سنوات من الانقلاب، كيف ترونها؟ لا شك أن طبعا عملية تبادل الأسرى هي مهمة جدا بالنسبة لأولئك الذين قبعوا في رهن الاعتقال لأكثر من 5 سنوات في ظروف سيئة وتحت التعذيب، وتم إبعادهم عن أهاليهم. أيضا هي مهمة جدا بالنسبة لأسر الأسرى والمعتقلين والمغيبين الذين لا شك أن خروج ذويهم وإن كان العدد قليلا قياسا بالآلاف الذين لا يزالون في السجون وفي المعتقلات، ومع ذلك أعتقد أنها خطوة جيدة، ونأمل أن يتحرك هذا الملف وأن يتحرر من الجمود ومن الارتهان السياسي، لأنه في نهاية المطاف ملف إنساني. ونأمل أيضا ألا تشجع هذا النوع من العمليات التي حظي بتغطية إعلامية واسعة الأطراف المنفردة والخارجة عن القانون للاستمرار في الاختطاف والاعتقال، ومن ثم الذهاب إلى صفقات التبادل هذه التي تكرس نفوذ الأطراف الخارجة عن القانون، وفي نفس الوقت تشجعها على الاستمرار في مواجهة السلطة الشرعية. من المؤسف أن عملية التبادل بقدر ما هي مهمة جدا في إنهاء مأساة أولئك الذين ذهبوا أو وقعوا ضحية الاعتقالات وهذا النوع من التعسف والإذلال، فإنها أيضا للأسف الشديد تقدم رسائل سياسية سيئة، لأن الأطراف التي تواجه الحكومة الشرعية هي أطراف خارجة عن القانون، وأولئك الذين تم اعتقالهم وهم في ميدان مواجهة الشرعية ما ينبغي أن يتم التعامل معهم كأسرى بل كعناصر خارجة عن القانون، ويفترض أن يخضعوا للمحاكمة. لكن اليوم هذه الصفقات تضع الأطراف المتصارعة على قدم المساواة، الأطراف الخارجة عن القانون في مواجهة السلطة في مقابلة السلطة الشرعية، وكأن السلطة الشرعية طرف من الأطراف، ومع ذلك هذه الخطوة مهمة من الناحية الإنسانية. طيب، يعني نقابة الصحفيين رحبت بإطلاق سراح 5 من أعضائها ضمن صفقة تبادل الأسرى، ولا زال هنالك المزيد. لماذا كان دوما الصحفيين والإعلاميين هدفا لميليشيا الحوثي؟ لأن الصحفيين هم شهود، وهم الذين يرصدون ما يجري على الأرض، وهم الذين يعكسون الحقائق. وقد استهدف هؤلاء الصحفيون وهم موجودين في مقر عملهم أو في سكنهم في صنعاء، واعتقلوا لفترات متفاوتة وصل بعضها إلى أكثر من 5 سنوات، وتعرضوا للتعذيب وتعرضوا لمحاكمة أيضا غير عادلة من قبل محاكم تخضع لسلطة الحوثيين غير المعترف بها. وهؤلاء الخمسة تحديدا كانوا قد استنفذوا وفقا للأحكام القضائية التي أصدرتها محاكم حوثية، استنفذوا مدد بقائهم في السجون، وكان يفترض أن يخرجوا خارج هذه الصفقة، ومع ذلك ولأغراض سياسية تم توظيفهم ضمن هذه الصفقة للحصول على أكبر قدر أو نصيب الأسد بالنسبة لميليشيا الحوثي من المفرج عنهم. للأسف الشديد الذين يفرج عنهم من ميليشيا الحوثي هم مقاتلون وخارجون عن القانون، في مقابل هؤلاء المظلومون الذين تم اعتقالهم من صنعاء من مقر أعمالهم، وهم فقط يكتبون وينقلون الحقائق لا أقل ولا أكثر، وبعضهم حتى اعتقل بسبب انتماءات سياسية. وهذه يعني ذروة الممارسات والانتهاكات لحقوق الإنسان. لذا كان الصحفيون من الشرائح الأكثر استهدافا من قبل الميليشيات، سواء في صنعاء أو حتى في عدن، الميليشيات التابعة أو المدعومة من الإمارات والسعودية والاتحاد. طيب، عامين ونصف من عمل المبعوث الأممي مارتن جريفيث في اليمن لم يحقق فيهم أي إنجاز يذكر، برأيكم إلى أي مدى ستفتح هذه العملية الطريق لحل نهائي في اليمن؟ طبعا سيجري توظيف هذه العملية على أنها أحد الإنجازات المهمة بالنسبة لجريفيث، لكن أنا أعتقد أن هذه العملية يعني تأخرت 2 سنوات، لأنها تأتي وفق اتفاق ستوكهولم، اتفاق تبادل الأسرى الذي وقع في ستوكهولم، وهذا الاتفاق هو الوثيقة الوحيدة المكتوبة ضمن تفاهمات ستوكهولم، ومع ذلك تأخر تنفيذها 2 كاملتين ولم تنفذ حتى الآن، لأن الاتفاق كان يقضي بإطلاق الكل مقابل الكل، وما نراه اليوم هو تقسيط وتوظيف سياسي للأسرى وتوظيف مرفوض للأسرى. جريفيث طبعا لم يحصد أي نقاط سياسية، لأن
عملية تبادل الأسرى لن يترتب عليها تحلحل المسألة السياسية أو المشاورات المتصلة بإنهاء الحرب، لن يكون هناك ارتباط وثيق بين بدء عملية تبادل الأسرى وأي تقدم على المستوى السياسي. لذا ومع ذلك سيستمر جريفيث في الادعاء بأنه حقق إنجازات ضمن مهمته الدبلوماسية أو ضمن مهمة الوساطة التي يقوم بها نيابة عن الأمم المتحدة. أستاذ ياسين، من الواضح هناك من يرى أن الضغوط الأمريكية التي تمارس على إيران في شكل عقوبات متصاعدة هي التي دفعت إلى حدوث عملية تبادل للأسرى في اليمن. كيف ترون العلاقة بين أضعاف إيران اقتصاديا ومحاصرتها سياسيا وحلحلة أزمات المنطقة خصوصا في اليمن؟ لا أعتقد أن إيران ستكسب شيئا من هذه الصفقة، وكان يفترض أن تأتي الصفقة بشكل مختلف، بمعنى أن الذين يتم الإطلاق والإفراج عنهم من الأسرى التابعين للشرعية كان يفترض أن يكون الأكثر، لكن الذي حدث أن هناك عامل آخر له علاقة بالتسريع حتى بتنفيذ هذه الخطوة، وهي أنه هناك أسرى تابعين للتحالف، 15 أسير سعودي وخمسة وأربعة أسرى سودانيون، ربما ساهم هذا العامل في التسريع لإنجاز هذه الخطوة. إيران لا شك أن إضعاف إيران من خلال العقوبات الأمريكية قد يكون له انعكاسات على مستوى الدعم المقدم للحوثيين، لكن هذه النقطة تحديدا ليس هناك رابط بينها وبين الضغوط أو العقوبات المفروضة على إيران. إلى أي مدى ترون أن حل أزمة اليمن أصبح مسألة وقت فقط؟ وما المطلوب من الرئيس هادي لتسريع هذه العملية؟ المسألة هي مرتبطة بإرادة الأطراف، جميع الأطراف، و أيضا مرتبطة بالقوى المؤثرة في الملف اليمني. أنا ما أرى هو أن هناك انسداد أفق، لأن القوى الأمر الواقع التي ترسخت خلال حروب الست سنوات الماضية لا تؤمن بالسلام ولا تريد أن تتوصل إلى السلام، لأن السلام يخيفها، السلام سوف يجردها من مكاسبها العسكرية والسياسية التي تحققت طيلة الفترة الماضية. أيضا النجاح والمضي قدما بإنجاز السلام وإنهاء الحرب ربما يربك حسابات الأطراف الخارجية أيضا التي لها أهداف جيوستراتيجية على الساحة اليمنية، ونهاية الحرب بعودة الشرعية طبعا هدف غير مثالي للأطراف المتدخلة في الشأن اليمني. لهذا لست متفائلا من إمكانية التوصل إلى نتائج حقيقية على صعيد الحرب وتحقيق السلام على الساحة اليمنية في المدى المنظور. نعم، السيد ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.